هن بلدهم ونحن غريب عنهم، يعني هيك بشوف هون. ويضيع الوقت يعني مستقبل الأولاد، لا في مجال هون وما فينا نرجع على سوريا كمان. يعني هاي صار لنا 5 سنين وثمانية أشهر، يعني إمكانيتنا كتير صعبة. بدي أعمل شو يعني دورة الخياب أو أشتغل بالمحل خياطة أو مشغل الخياطة أو بالبيت. أنا بدورة النساء من أجل النساء تعلمت الدورة في الاجتماعي والاقتصادي والمهني. بالنسبة للمهني ما كان عندي خبرة بخياطة، الحمد لله تعلمت الخياطة. إذا صار عندي إمكانية يعني يصير ماكينة عندي بساعد أولادي وعائلتي. دروسي الاقتصادية ساعدني إنه إذا بفتح المحل يكون عندي دفتر السجلات، وإذا يجيني زبون إنه هاي خياطتك مو ظابطة أقول يعني شلون مو ظابطة، أخذت الشهادة من سبونسر يعني شلون مو ظابطة. كتير حبيتها لما طلعت على المسرح وعطاني الشهادة قرأوا أسامينا. طلعت على المسرح فكرت إنه صار عندي شهادة وبدي أحطها بالبرواز وبدي أفتح المحل وأعلق هالشهادة، إنه في كتير يعني مثلي بالسبونسر ومشان يعرفوا إنه قيمتهم شلون. تعرفت عليهم وحبيتهم كتير. تعلمت كثير من حقوق المرأة، تعرفت شلون إنه إلي حق بالحياة. بس أما بالنسبة لبنتي فيني أدافع عنهم، فيني أشجعهم عن حقهم إنه إلكن حق بهالحياة. حتى سجلتهم بالدورة كمان مشان يعرفوا شلون قيمتهم بالحياة. وأما بالنسبة الاجتماعي تعرفت شلون إنه إلي حق بالحياة، مجتمع شلون إنه تدافع على حالها.